نوال فهمتني على كل حاجة، وأنا بشجعها وبدعي لها كل يوم وأنا بصلي إن ربنا يوفقها في اللي هي ماشية فيه. دي مجنونة، هتضيع نفسها وتضيع البلد معاها. لأ نوال مش مجنونة، نوال عاقلة وعارفة كويس أوي هي بتعمل إيه. طب أنا هقول لك على حاجة بيني وبينك، وأنا ما كنتش ناوي أقولها لك بس لازم تعرفيها بقى. حاجة إيه؟ أنا جالي واحد من المركز اللي كانت بتشتغل فيه نوال في ألمانيا. عاوز إيه؟ بيهددني، بيقول لي ممكن يفجروا البيت باللي فيه لو ما خدوش السي دي اللي عند نوال، ومديني مهنة عشان اخد بعده. يا لهوي، طب واشمعنى جالك انت بالذات؟ عايزني اقنع نوال عشان الموضوع يعدي على خير، وانا كلمتها 100 مرة راكبة دماغها ولا همها اي حاجة. يبقى اللي عملته نوال صح، والبيت فعلا كان لازم يتباع ونوال تكمل المشروع اللي هي ماشية فيه. انت معايا ولا معاها؟ أنا معاها، وأنت كمان لازم تكون معاها وتقف معاها في المحنة اللي هي فيها دي. السحور جاهز، اتفضلوا. يلا يا ولاد. ألو؟ أيوة يا أستاذ عاطف. لا ابدا مفيش ازعاج ولا حاجه. حجه البيت مش عارفه. موجوده يا نوال، بكره الصبح ان شاء الله تكون معاكي. ايوه ان شاء الله بكره الصبح هتكون موجوده، ميعادنا الساعه 8 ان شاء الله، انا هكون جاهزه. مع السلامه. السلام عليكم. جمعني حبيبي ان شاء الله. انت لسه ما نمتش يا عماده؟ مش عارف والله. ما
انا قلقانة على احمد قوي لما كانش لغاية دلوقتي. انا مش عارف راح فين، لما حضرش الدفنة. الساعة بقت 12، انا خايف يكون عامل في نفسه حاجة.